حضرنا تحليل، وتحليلنا الظروف اللي تعيشها البلاد والتحديات اللي موجودة في الساحة الوطنية، ونقدر نزيد نقول لك حتى تركيبة الساحة السياسية. هذا أمر احنا مسؤولين عليه، ماهوش باش نقزم الآخرين ولا نشتم الآخرين. خلانا نمشي في اتجاه مناشدة عبد العزيز بوتفليقة باش يقبل يستمر. دونك احنا قراءتنا تنطلق من حساسية المجتمع، من مسؤوليتنا كعنوان من عناوين الساحة السياسية، وقراءتنا للتحديات، وصلنا للخلاصة. قضية مش قضية وقت، قضية نتيجة إن شاء الله. إذا استجاب للنداء إن شاء الله، لأن الأمر هو شخصيا مع احترامي ووقري ليه، احنا مقتنعين باللي الجزائر ماهيش راح تخسر في استمرار. مش اللي نقدر نقوله لكم، ونقوله أمام الشعب الجزائري كأمانة وكقناعة وكحقيقة نشهد عليها، أن الرئيس في كامل قدرته للتحليل والتسيير والتحكيم. هذه لازم نقولها لك اليوم. ما افتعلتهاش في شهر جوان 2018، أني نذكر كلام قلته في مارس 2014 وما زال ثابت عليه. وهذا نربطه لك بسؤالك الثالث، تقول لي هل تلاقى الرئيس؟ إذا كان تصوروا بلاد وين رئيس الوزراء الوزير الأول ما يتلاقاش الرئيس، قولوا لي.